لكن خليني اقول لك، خليني اسالك، هل حضرتك على علم انه في خريطه معينه لفض هذه الاعتصامات اللي وارد ان احنا نشوفها الفترات اللي جايه بكثافه؟ بكثافه أو جدا. احنا دخلت بقى برلمان، بمجرد حلف اليمين توجه هو للوزاره، اجتمع مع الساده ومساعديه، وعلى الفور اوضعوا خطط وخطط بديله، وبدا تفعيل هذا الدور. دور ان انت حضرتك وانت وكمواطنين هتلمسوا من النهارده، ولو انتوا جايين شفتوا في سيوله الى حد ما في المرور، واخد بالك التعديات. انا كنت باجي الاقي برضو على الكباري وعلى الكورنيش والتعديات البياعين النهارده، يعني مش هيبقى في قنابل مثيره للدموع مره اخرى؟ لا لا لا، مش هيكون في اي وسائل عنف؟ اقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه، انا حضرت معاه برضه، مش بزكيه ولا حاجه، لكن انا حضرت معاه مظاهرات في الجامعه، وحصل مننا ان احنا كان المظاهرات اشتدت قوي في الجامعه، وكان يجب التعامل، بقى في تعدي جامد علينا. كل طلبه اما عرضنا عليه الامر نزل هو بنفسه، هو اللي تفاوض، ووقف وسط الطلبه كلهم وتفاوض، وقدر بدوره هو يفض هذا الاعتصام والتظاهر يعني. فهو راجل يعني عنده قدرات يعني ما شاء الله يعني تؤهله، لانه اي شيء ينهيه، وهو مبدا يقول لك ايه يعني، يعني تظاهره اي حاجه ما تبقاش فضها بالقوه، ما ينفعش القوه، هو الحوار، هو الحوار سبيله والدبلوماسيه، واخد بالك، وانه بيحس بيقول لك احنا فعلا مش هو شعار بنقوله خدمه الشعب، لا احنا دورنا كده، دور الشرطه انها تكون في خدمه الشعب. اكيد. وده جه بقى سؤال، هو كان دايما مبدأ يقول لك انت حر ما لم تضر، فهمني يعني اعمل اللي انت عايزه بس ما تضرش غيرك. أكيد. فهو في هذا بيقف قدام اللي يتعدى على القانون. احنا دلوقتي قدام وعود كتير جدا عايزين نتاكد منها يعني. انا مش مسؤول في الدوله، ولكني باشهد شهاده بتجربه شخصيه، بتجربه شخصيه من خلال هذا الشخص، واللي سعدت جدا مش عشان انا اشتغلت معاه، لان انا اعرف كفاءاته ايه، وهو رجل المرحله. لا واضح لحضرتك يعني، هيظهر كده يا رب باذن الله ان شاء الله. خلينا نتكلم يا فندم بقى في نقط محدده، كيف يمكن عوده الامن للشارع المصري؟ يمكن عوده الامن للشارع المصري بتفعيل دور الامن، واللي هو الوزاره حريصه عليه دلوقتي. ما هو دور الامن؟ عشان هو دور الامن، الامن له هدف، هو تحقيق الامن والاستقرار للمواطن المصري. دور الامن بقى له دورين اساسيين لازم يفعلوا، اللي هو ايه؟ المنع والردع. ما هو المنع وما هو الردع؟ المنع هو منع الجريمه قبل وقوعها، بان احنا عندنا زي ما احنا عارفين، احنا عندنا نعلم جيدا مين البلطجيه، ونقدر ازاي، واخد بالك، يعني عندك الدوريات الامنيه، عندك يعني دور الشرطه في الشارع، نزولها في الشارع، التواجد الامني ده بيمنع الجريمه قبل وقوعها، واخد بالك. وظيفه الردع ان اي جريمه يقتفوا اثرها ويظبطوها فورا، لان بيحقق حاجه اسمها وظيفه الردع العام. وظيفه الردع العام، انت ما تلاقي انسان ارتكب خطا ما وجوزي بهذا الخطا بيردع الاخرين، لكن اما بنتجاوز عن الخطا، واخد بالك، بيعتبر شبه مرخص. الغير مظبوط بيحاول ايه، بيبقى حقه يعني خلاص. فهو تفعيل دور الشرطه هو المنع والردع في اطار القانون طبعا. لو رحنا لمنطقه مهمه جدا بقى، وعشان الشرطه تعرف تشوف شغلها مظبوط، لازم ترجع ثقتنا بالشرطه مره اخرى، هم تبقى العلاقه بينا وديه زي ما احنا بنتمنى، طبعا ما تبقاش زي الاول، ولكن ترجع مره اخرى يكون فيها ثقه. تعرف حضرتك عارف ان الفتره اللي فاتت حصلت فجوه كبيره جدا بين المواطنين وبين الشرطه، ده هيرجع ازاي مره تانية؟ هل في خطه معينه؟ انا هسال حضرتك سؤال، ما وحضرتك برضو، من هم الشرطه؟ اكيد طبعا اخواتنا واولادنا. الشرطه هم مواطنين مصريين في البدايه، لا تخلو عائله او بيت في مصر الا فيها رجل شرطه، سواء فرد، سواء امين، سواء ضابط، وما كانش في نفس العيله في مصاهره في نسب. فالشرطه يا اخواننا لازم نعرف اولا هم مصريين، مش تتار ولا مغول ولا احنا بنتكلم على الطريقه يا استاذ. ما انا هقول لحضرتك، انا ببدا برضو من جذور المشكله. مفيش وقت، عارف، عايزين ناخد من حضرتك بس الخلاصه عشان الوقت بيخلص. الطريقه، ما انا بقول لك الطريقه عشان نبقى عارفين الطريقه، لازم يكون فيه ترجع الثقه المتبادله. في فتره فعلا الشرطه كانت موجهه، والشرطه ديت كانت موجهه وكانت مكرسه لخدمه النظام، فبالتالي اسيء فهم دور الشرطه من خلال هذا العمل اللي قاموا بيه. النهارده لازم ترجع الثقه قواعدها، ترجع ثقة الناس للشرطة بإيه؟ بوجودهم، بتقديم خدماتهم اللي اعتاد الناس عليها، مش بالعصا والقنابل المسيلة للدموع أبدا. صحيح. وإنك بتروحي تلاقي الخدمة الأمنية موجودة، واخد بالك؟ مع زي ما بيقول برضو السيد الوزير، إن الشعب والشرطة ده وجهين لعملة واحدة، لازم يكون برضو الشعب برضو يتعاون مع الشرطة.
يتعاون الشرفاء بيبلغوا عن الحالات وعن وعن المجرمين وعن الخارجين عن القانون وعن البلطجيه وهيلاقوا دور كويس ويتعاونوا مع اجهزه الشرطه في اي مكان لان ده ما يفهمش غير ان ده دول اهله ده ابوه ده اخوه ده ابنه صحيح يتعاون يبقى لازم الاثنين هم زي ما بيقول وجهان لعمله واحده سيد لواء علاء بزيد مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه والامنيه بنشكرك شكرا جزيلا واعتقد احنا كلنا متفقين ان هو التوقيت صعب اكيد جدا اتفقنا برضو على شخص وزير الداخلية الجديد على الحكومة بشكل عام لكن احنا اكيد دلوقتي في مرحلة زي ما بيقولوا بالانجليزي watch and wait او انتظر وارتقب وشوف النتيجة ايه اللي هيحصل فنتمنى كلنا ان احنا يكون ايه ان شاء الله متفائلين يعني وانا بطمن الناس وان شاء الله بطمن الناس وسترى ذلك وطبيعي يبقى عندنا مخاوف وشكوك لان احنا مش زي ما قلت مش مرحله سهله وما طلعناش مرحله سهله ان شاء الله نتمنى ان شاء الله حضرتك شكرا جدا مشاهدينا استنونا هنروح لفاصل نرجع مره ثانيه نكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد.